طيب خلينا نروح لزي ما قلت لكم، زي ما قلت لحضراتكم، استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. استاذ جمال ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الفل يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. استاذ جمال، يعني اعتقد ان احنا بنمر بظروف صعبه ولكنها ان شاء الله تعدي. يعني ان شاء الله باذن ربنا هتعدي على خير، بس يعني الواقع بيقول يا كابتن اسلام ان الظروف وصلت لمرحله انه كان لازم يبقى في اجراءات. بالظبط، اجراءات لمنع الانتشار هذا الوباء اللعين اللي هو تقريبا اصبح يعني باعتراف منظمه الصحه العالميه هو وباء عالمي، وبالتالي المساله كان يجب ان يتم اتخاذ اجراءات في مصر باعتبارها من الدول برضو اللي ظهر فيها بعض الحالات، وكان التوجه من رئيس الجمهوريه شخصيا ونزولا الى كل المسؤولين بقى في حمله قوميه لمحاوله حصار وعدم انتشار هذا المرض، سواء على مستوى الرياضه او على مستوى التعليم المدارس. كل ده كان اجراءات مهمه جدا يا كابتن اسلام. ايوه، لان زي ما حضرتك قلت حياة الإنسان أغلى من نشاطه. طبعا يعني الحياة أهم. طبعا. طيب أستاذ جمال، يعني مهم جدا برضو في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه الأمور، طبعا نفسنا نتفرج على كرة قدم ونفسنا نشوف كرة قدم، ويعني حتى دلوقتي لما بتيجي نقعد نقول إيه، طب إحنا مفيش ماتشات، مفيش أي حاجة هنقعد نتفرج عليها، لأن أنت عارف إن الوسط الرياضي كله، حضرتك وانا وغيري وغيرنا وغيرنا وغيرنا، يعني بتقعد حياتك كلها تقريبا ما بتعملش حاجه غير تتفرج على كوره. طبعا بتتابع كل حاجه ولكن بتتفرج على الكوره. اليومين دول تحديدا بقى، حتى انتوا في شغلكم كنقاد رياضيين كبار ورؤساء تحرير ومديرين تحرير، بتفكروا ازاي في مثل هذا الامر يا فندم؟ والله اقول لك، يعني احنا يوم الجمعه اللي فاتت، الخميس والجمعه، كان الازمتين اللي موجودين، أزمة الأمطار بالظبط، السيول والعاصفة اللي هي التنين، وأزمة كورونا، يعني هم اللي مسيطرين على كل الشغل، حتى على كل التغطيات الصحفية، تأجيل مباراة الأهلي، تأجيل مباراة الزمالك، بعد كده بيوم تأجيل مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية، بعد كده في نفس اليوم اللي هو يوم الجمعة كان الأخبار تتوالى من الدوريات الأوروبية حول تجميد النشاط وتعليق البطولات الدوريات الخمسة الكبرى. طبعا ده بيعكس يا كابتن إسلام زي ما قلت لحضرتك، بيعكس حالة القلق الموجودة على مستوى العالم. أيوة فندم. وبالتالي مصر ما كانش ينفع إنها تخرج عن هذا السياق، لابد إن إحنا نمشي في نفس الاطار. وزي ما حضرتك قلت، احنا كناس شغلنا كله في الرياضه وفي النقد الرياضي وفي التحليل، يعني بنبقى متضررين جدا، لكن في نفس الوقت متحمسين لقرارات الالغاء دي او التاجيل، لانه يعني مهم جدا يبقى فيه قبل ما نواجه المرض ونواجه او العلاج نفسه، لا نعمل عملية سيطرة على أماكن الازدحام والتجمعات، الصلاة. يعني أنا عجبني جدا قرار كان سريع ومباشر من النادي الأهلي بإغلاق الفروع الثلاثة للنادي لمنع الازدحام، وبرضه عمل عمليات تطهير. أيوه يا فندم. ده يمكن سبق وزارة الشباب وسبق القرارات الخاصة على مستوى الدولي، على مستوى الدولة، لكن في النهاية كل الإجراءات دي كلنا زعلانين إن الرياضة توقفت، لكن في نفس الوقت إحنا مع الدولة في إن نعمل الإجراءات اللازمة والمناسبة. ويمكن برضو حضرتك تابعت القرار بتاع تأجيل الدراسة أو تعليق الدراسة في المدارس بشكل عام. أيوه. فالمسألة طبعا محزنة بالنسبة لنا، لكن زي ما قلنا الروح أغلى. يعني بالظبط كده. طيب كيف سيتم التعامل الإعلامي خلال الأسبوعين اللي جايين، لأنه
دلوقتي مفيش كرة قدم، كيف سيتم التعامل الإعلامي وحضرتك أستاذنا ونقدنا الرياضي بقالك يعني فترة طويلة جدا في هذا الموضوع، وتحري الدقة يعني ما تبقاش الأخبار برضو الناس في السوشيال ميديا بتنزل أخبار غير صحيحة في الكرة وغير الكرة، وده بيقلق الناس برضو يا أستاذ جمال. فالدور بتاع الإعلام، المؤسسات الكبيرة في البلد، أعتقد المؤسسة الإعلامية الكبيرة في البلد لها دور كبير الفترة دي كمان. طبعا طبعا، أهم حاجة يا كابتن إسلام يا فندم، عدم الانسياق ورا الإشاعات. إن أنا ممكن أتأخر دقايق وأجيب خبر صحيح وخبر مكتمل، بدل ما أعمل خبر سريع وامشي ورا رتم السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا ممكن في بعض الصور بتاعتها تبقى صوره يعني مرفوضه جدا لاطلاق الشائعات. يعني احنا سمعنا مثلا يوم الخميس والجمعه كلام كتير اتسرب كده ان محمد صلاح قد يكون لا قدر الله اصيب بالفيروس خلال مباراته مع بورنموث وحارس المرمى اللي كان مصاب. احنا مثلا في الاخبار او في اخبار اليوم تريثنا جدا في هذا الكلام، لان في ناس اتكلمت على السوشيال ميديا وعلى الواتساب، وفي جروبات اعتقد انها ممكن تبقى جروبات غير دقيقه او مشبوهه، ممكن تزق لك خبر او اثنين لإحداث بلبلة. فدورنا بقى في الإعلام الهادف، وحتى إعلام الأندية المحترم زي النادي الأهلي أيضا يجب أن يكون هو التأكد من أي خبر من مصادره الحقيقية قبل إعلانه. مظبوط، لأنه أي شيء ممكن النهاردة يضر جدا جدا بأسر وبنجوم. يعني دور النجوم كمان مهم قوي يا كابتن اسلام في المرحله اللي جايه، ان هم يوجهوا رسائل ويخاطبوا اللعيبه برضو التزام الهدوء الامتثال للقرارات اللي بتصدرها الدوله. وان شاء الله انا يعني بحس انها هتمر بخير باذن الله خلال الفتره القريبه. يعني استاذ جمال برضو بخبرتك الطويله، وخلينا استعين بهذه الكلمه دائما، خبرتك الطويله خلال الفترات اللي فاتت بالكامل وخلال تواجدك في هذا المجال، هل مرت عليك مثل هذا الامر، او هل مر على حضرتك مثل هذا الامر قبل كده؟ لا للاسف. يعني يمكن انا كتبت ده في مقال قريب ساعات، يعني ان طول عمرنا كنا بنقرا في لوائح المسابقات، لوائح اتحاد الكوره، انه ممكن تاجيل مباراه في حالة حدوث كارثة أو أزمة أو كارثة طبيعية. عمرنا ما عشناها. يعني مثلا سمعنا عنها بس. اتفضل. بقول لحضرتك سمعنا عنها بس يعني. أيوه بالظبط، سمعنا عنها وقريناها. يعني لا قدر الله، يعني يقول لك في حالة حدوث زلزال أو بركان أو إعصار أو وباء يمنع استمرار المسابقات. على مدار السنين الطويلة اللي اشتغلتها في المجال ده ما حصلتش تقريبا بهذا الحجم، يعني الحجم اللي هو حتى واخد على المستوى العالمي. يعني ممكن يكون حصل على مستوى مثلا انه في أمطار محدودة حصلت مثلا في محافظة يوم يومين بالكثير بتاع وممكن تتأجل مباراة او اثنين او ثلاثة، لكن انه يتم على مستوى العالم كله وفي نفس اليوم وفي نفس اللحظة تطورات سريعة جدا جدا، انه ينتقل هذا الوباء ربنا يحمينا منه جميعا من الصين الى اوروبا الى افريقيا الى امريكا الجنوبية الى امريكا اللاتينية، لدرجة انه منظمة الصحة العالمية يعني تريثت كتير قوي يا كابتن اسلام انها تعلن ان هو وباء. لكن لما انتشر وتحول الى وباء بالفعل، لم تتردد منظمة الصحة العالمية في اعلانه وباء عالمي، وده
فايده اعلانه كوباء عالمي ايه؟ انه كل الدول تزود الاهتمام، يعني ترفع درجه الاستعداد الى الحاله القصوى. يعني انه ما يبقاش فيه استهتار. واعتقد بعد بيان منظمه الصحه العالميه دول كتير جدا في العالم ومنظمات كرويه ورياضيه بدات تاخذ هذا الاتجاه اللي هو اتجاه التعليق تأجيل او التعليق او كده يعني. طيب اخيرا يا استاذ جمال، برضو نجوم العالم تقريبا كلهم، نجوم كره القدم في العالم كلهم، نجوم الرياضه في العالم كله ابتدى يقف انسانيا، وحتى لو عن طريق الكلمات اللي بيتم كتابتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هؤلاء النجوم. دور النجوم المصريين بقى خلال الفتره اللي جايه دور مهم جدا، دور مهم جدا يا كابتن اسلام. يا فندم. يعني مثلا من طبعا مش هنعمل ندوات ولا حاجه في الوقت ده، لان احنا اصلا عايزين نقضي على الازدحام والتجمع في اماكن. يا فندم. لكن نجوم الكره المصريه والرياضه المصريه نجوم محبوبين. وبالتالي اللي يملك ان هو يقول كلمه كويسه او يوجه نصائح معينه يتفضل. اللي يملك ان هو مثلا زي ما عمل كريستيانو رونالدو مثلا، عنده فنادق معينه او عنده ملكيات حاجات معينه، يقدر يسخر امكانياته دي للمساعده مع الدوله ومع الهيئات الرياضيه اللي موجوده في العلاج وفي مثلا المساهمه باي شكل من الاشكال في مقاومه او مكافحه تفشي هذا الوباء. وكلنا كمان كل نجوم الكره المصريه عليهم ان هم يهدوا من روع الناس، يعني مفيش داعي للاستعجال عشان ما يحصلش اي اضرار لاي حد خلال الفتره القريبه دي، وان شاء الله الجو هيتحسن والوباء ان شاء الله يزول باذن الله تدريجيا، وان شاء الله نكمل الموسم والمسابقه على خير، وما نلجاش زي ما بعض الناس كده تفتق ذهنهم عن انه يتلعب مباراه فاصله لتحديد بطل الدوري. يعني انا مش فاهم تيجي ازاي يعني، لكن اي كلام، معلش يعني. اي كلام افتكاسات يعني، افتكاسات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا، استاذنا ونقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.